استاذ وحيد هنيني اليوم رفعوا لي الجبس من رجلي. صحيح، مبروك مبروك. اشكرك. لا ست كريمه، لا خليني انا اريد اعتمد على نفسي. يا اخي تعاونك البقيه. استاذ وحيد اني هي اليوم هنا يمي باشر عقب اطلع منها، لا هي ولا غيرها يمي، لازم اعتمد على نفسي. كمان انت حسيت باللي حسيت اني؟ خير شكو؟ بعدك ساذج وتحمل طيبة الفلاح. بابا البنية، البنية تحبك تحبك يا ابني. استاذ وحيد اللهم صبرك يا روح. بابا يا بها البنية لعد قبل شوي من كانت؟ مو بنية كانت بالغرفة؟ ست كريمة. لا انت قبل شوي سميتها آنسة. ليش هاي الآنسة؟ ما عدا مشاعر، ما عدا قلوب. بابا تحبك. اي والله استاذ وحيد، هذه كريمة عندها مشاعر وفد إنسانة كلش عظيمة. عمي أغاتي، هاي المرضى الإنسانة العظيمة اللي عندها مشاعر تحبك تحبك. حس حس. اليوم هنا يا امي باسرع عقب اطلع منها، لا هي ولا غير يا امي، لازم اعتمد على نفسي. يجي اليوم اللي يروح مني ايدك كريمة، أني اللي عالجته وسهرت عليه، يروح بلا ما أشوفه. ظلم ظلم كريم، وظلم ظلم. عوفي سيستر، اقرا هذا الكتاب ورجع لي القديم وينه. ها اي انا اشكرك استاذ وحيد. هاي خلصنا منها، فوق هذا اتفضل اخذ افتحه. هاي شنو استاذ وحيد؟ يعني كتابة إيرنيا معقولة، جريدة، مجلة، وردة هم معقولة، بس فلوس لا لا أرجوك ترى ما أقبل. على كيفك انت، ايش عبالك؟ هاي من عندي. طبعا من عندك. أولا أنا مفلس، فلوس غدا ما عندي وحباشاتي، وثانيا يا أبا على أساس أعطيك أنا فلوس؟ ها وإحنا عرف، بس مو الحد اللي أعطيك به فلوس. أستاذ وحيد ما تقول منين جبتها؟ قابل لقيتها بالحديقة. عيني ذني مكافأة القصيدة اللي نشرتها المجلة. مكافأة؟ يعني ينطون فلوس؟ هذا يعني ما مفكر بها أبد، عبالي أنا أعطيهم فلوس. يا أبا أحسن لا تفكر. ما يريدني إلي، يريد اللي سحكته. طبعا أنا شو سوي بيه؟
مجرد ممرضة وراتبي محدود، بس هي سيارة وقصر وشركات. ليش يجي كمان؟ ليش؟ ليش؟ يعني سارة شفتها عندي حاجة ماسة؟ معقولة؟ زين إذا باكر طلع من المستشفى وبابا عينه عنده بالشركة، هم لازم أشوفه وأقعد يمه. لا لا ما معقولة. زين والكلية شلون؟ أنا لازم أبتعد عنه وأعود نفسي على نسيانه. يعني هو هذا الحب؟ يعني معقولة بشهر واحد يصل لها الشكل؟ معقولة أستاذ وحيد؟ شوف سيد كمال، أنت بعدك صغير، هنا عندنا الأدب ما يعيش صاحبه حتى لو كنت أمير الشعراء. معقولة الأذان اللي كنت أحلم يصير عندي كم فلس حتى أكمل كلية الآداب؟ القط رزقك بغير حقل إذا تريد للشعر مالك يصير نظيف. جبت لي الشغل وآخر نكتة سمعتها. الشغل عوفة، قل لي النكتة اللي سامع. يقول لك أكو واحد راد يتعلم سياقة. عبود نعم هذا منو دا يضحك؟ منو معكم؟ لا معكم كل أحد معكم هيك بلقيس ستر علينا يا معودة صبح كذي عليكم علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شو راح يصير بينا بعد؟ أخوي حمادي توسد التراب وكمال مدري وين بيا ديرة، قاعد شيله وقاعد حطه، وأنا هنا ما أدري باكر شو راح يصير. جهال ياهو إلهم. أبوي راح يكتله العناد. هسه لو أخوي كمال هنا كان وصيته على جهالي. بس وين كمال؟ وين؟ بيا مكان، بيا ديرة، بيا ولاية. محسن صاحبه اسمه محسن. ايه تعال جاي. وين كنت؟ ماذا تسمع؟ دا اقول لك وين كنت. لا اسمع ويا ما كنت تضحك. هاني؟ ايه انت. لا هاي بلقيس مو اني. لا يا فتان بعد ما اثق بيك. بلقيس وانت وياها طبعا. ابو بلقيس انا شي علي؟ هاي بنتك لازم التليفون انت تحكي ما اعرف تضحك ويا من. تليفون الى هسه بعد ايده تخابه. دبرها الملعون. شنو بغيبته؟ لمن دا تخابرين؟ بابا Thank you.
جوز بعد منتج. على قول السيستر كريمة خلصت شغلتها وراحت. جتي وإذا ما جتي شو أسوي لها؟ بلقيس تشتغل وياي غلط. مكان هالبيت شورطني وشغلتها بالشركة وياي. سبق؟ معقولة؟ شربي كاك بنتي اللي هيورت. اشربي بابا. ترى الصوت منك بنتي. يعني عمو البنية مو من حقها تتعلم تشتغل. احكي وما تزعلي. اذا هيك خوش. تقدرين تقولي لي من اجيت للشركة الى هسه شو تعلمتي؟ خليني اكمل بنتي. انت خليتي ابوك يحس بانه عنده بنية من بلقيس وتشتغل بالشركة وشاطرة؟ ها؟ احكي بنتي. لا تديري وجهك. لا تديري وجهك بنتي اللي غاد. انت التهيتي قال جبار وحكى جبار، قال جبار وحكى جبار. ترى بنتي انا اعرف كل شيء اللي بيناتكم. عمو اني ادري. ادري انت تعرفه بعلاقتي بجبار. بس عمو ترى جبار رجل طيب. واني احترمه واحبه واتمنى اتزوجه. بس انت تعرف ابويا، تعرفه كل زين، تعرفه شلون يفكر. يعني ادري اني مو من حقي. مو من حقي اتزوج ويصير عندي بيت واولاد. ايش وقت ما تقول لي ايش وقت؟ الله الله شنو الضحك هذا الحلو؟ ولو عندنا شعار بكل المستشفيات يقول الهدوء رجاء، بس بحالتكم مقبوله. شلون ضحك حلو هذا؟ ولو اني ما ادري انتوا ليش فرحانين. اهلا. ولو أنا قايلت لك المزوجة يقلولها سيدة والمم الزوجة يقلولها آنسة، بس يظهر منك أنت ما تريد تتعلم أتكيت المدينة. مو تمام آنسة؟ ها إيه تمام. أنا نوبات أقول ست ونوبات أقول آنسة، وبعدين أنت اللي قلتي لي أرفع الكلفة بيناتنا. هي اللي قلت لك؟ إيه بلي أنا اللي قلت له، بس أنت ظليت ما شلتها. مرة تقول لي آنسة وست، مرة ست وآنسة. ممكن دقيقة تتفضلين؟ يعني ما يصير أشارككم ضحكتكم هاي الحلوة؟ لو أنا ما أستاهل منك ضحكة صغيرونة. تفضل خلي أضربك. قص ايدي اذا ما طلعت تحبه. انا تاخرت لازم ارجع لان هسه بابا يجي. تقدرين تدخلين هسه؟ اسمعي كلامي بنتي، خلي الجبار يعلمك الشغل. هو ما مقصر دا يعلمني. مو مسألة حسابات يسجلها بالدفتر بنتي، لا، أنا هل ما أقرأ وأكتب، أقدر أشتغل أحسن منك. شو أتعلم؟ تجارة، التجارة. تجارة؟ تقدرين تحسسين أبوك أنت مو بس بنية، لا، أنت رجال ونص. بنتي أبوك مصيبته أنه ما خلف ولد، ويقول هاي الأموال والعقارات كلها راح تروح حرامات من عندي. علم التجارة بابا. تجارة؟ طيب شلون اتعلمها؟ وش وقت؟ هاي الحديقة العامة اللي حكيت لك عنها كنت دائما اروح اقعد بيها. هالدرجة تعجبك؟
أحب المي والزرع والأشجار، لهذا السبب دائما أروح أقعد هناك. وهسه إذا أصير زين أول مكان أروح له هو الحديقة. زين لعد، إذا في اليوم أضيعك راح أدور عليك هناك. إذا قلت ما أعلم لعد إل من أعلم. بس هاي الفكرة منين جتك؟ يعني خوش فكرة؟ شلون ما جت ببالي هاي الفكرة ما أدري. جبار هاي شبيك تحكي ويا نفسك؟ ها لا لا لا، بس أقول يعني هاي الفكرة هي الطريق الوحيد والصحيح اللي تقدرين تسيطرين بها على أبوك وعلى الشركة. بس أنتي منين جبتي هاي الفكرة؟ تصدق إذا أقول لك عمو عبود تخش بعقلك؟ عبود؟ معقول عبود يسوي؟ يا معودة هذا الجاسوس مال أبوك، كل الموظفين يعرفوه ويعرفون علاقته بأبوك. أعرف، هو صديق بابه ويأثر عليه، أصلاً حتى يتعارك وياه. بس مال جاسوس أنت غلطان. استمع علينا من هالحكي، خلينا نحكي بالتجارة. شوفي إحنا راد نعرف بضاعة يجيبها الوالد، ونعرف إشقد سعر الكلفة مالتها وبيش يريد يبيعها. وإذا جاءوا جماعة يردون يشتروها، بدل ما نوجههم على الوالد نجيبهم عليك تساوميهم على السعر. افتهمتي؟ افتهمت. بس بابا شلون انقنعه؟ اقول محسن كمال صاحبك شلونه؟ ها؟ كمال؟ اي كمال ما ادري نبي لا شايفه ولا شايفني. ما شايف شاو روحاتك وجياتك البغداد ابد ما تعرف مكان وين. من يقول هو بغداد؟ واصلا ما حد يندله ولا يعرف له سكه. من رخصتك؟ تعرف مكانه لكن ما تقول. مودعتك بالله ابويا. الله وياك بنيت، ديري بالك على نفسك، صير زلمه. ان شاء الله ابويا ابيض وجهك. الله وياك بنيت، وداد ترى اني بعت كل اللي عندي على مودك. ان شاء الله ابويا ما يروح تعبك ببلاش، وان شاء الله من اتخرج اجيب لكم مكان الهايشه 10. في مال لا ابويا انا رايحه. الله وياك بنيت. الله وياك. الله وياك بنيت. إن شاء الله إذا نجحت وصار براسها خير راح يقولون بدور بتشيخ جبل ما قدرت تسوي اللي سوته وداد. الله وياك بنيتي. الله يحرسك. وإذا أعرفك شنو يعني؟ أستاذ شلون أقول لك مال وين؟ ليش؟ شو ليش؟ أبوه يدور عليه. إيه؟ أبوه يريد يندل المكان على مودي كتلة. إيه؟ لأن يعتقد هو بذيك الليلة كان لازم يقتل واحد من ولد جبل. بس تعرف كمال ما قدر وانهزم، وهسه اكيد ابوه لو اخوه لو واحد من ولد عمه يعني مسلطين اهل الدكان على مدين ذا المكان. الكمال هم عندك حق، الحذر واجب. شو نسوي؟ يلا. ما قبل يقول يا ابن عمي يا صادق، ايش كثر تحايلت علي؟ جبته منا حطيته منا، يقول ما اعرف مكانه وين. حق هو صديقه ويخاف نغدر بيه. بس انا ما اجوز منه يا صادق، لازم اعرف مكان كمال وين. اقول انت مو رد تقتله غير شنو قتله؟ شنو عمي الشيخ مهاوش هو اللي قال، قال لازم نقتله. ها اي 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 تصبح على خير. تصبح على خير. سمع بسالفة الكتي تقول واحد لا دقت عقله طفر مني فالطفرة ساعة اشرح اقبل. تجارة؟ يعني اني اتعلم التجارة واشتغل بالشركة مع البابا واسيطر على السوق ويصير لي اسم بالسوق ونتزوج اني وجباري نتزوج ونعيش بيت واحد يصير عندنا جهال. ما صدق. بس على ويش هالبيت؟ على ويش نسكن هنا؟ أنا هذا بيت أبويا كبير، أنا وأبويا وسبا وعزيزي جبار. بلقيس بلقيس هاشبيه بلقيس.
ها يا بالعفو ردتني؟ هاي وين واخذتك صفنة؟ صفنة؟ هاي شبيه البنية؟ معقولة؟ لا لازم تبقى بالبيت أحسن. الله يساعدك بابا. هلا بابا هلا. أقول بلقيس ليش ما تقعدين بالبيت مو أحسن؟ لا يا بلا الله يخليك لا عافية، مو أنا تعودت على الشغل بالشركة بعد ما أعرف، إي ما أعرف أقعد بالبيت، بعدين الله يخليك يا بلا لويش؟ إي بابا صحيح لويش؟ لويش؟ لأن الشغل مو مال نسوان، القعدة بالبيت أستر وأحسن لهن. بابا الله يخليك، أنت رجل متفهم وما تفرق بين الرجل والمرأة، بعدين بابا الله انطاك بنات ما انطاك ولد، وإحنا إن شاء الله نسد مكان 10 ولد. مو ضحكها مال الشركة. وطب غرفة وتطلع من غرفة وصوتها يلعلع. يابا مو أني مو قلت لك مو قلت لك قلت لك يعني هي وكنا نتخابر أنا وسبا وداحتك حكت لي نكتة وضحكت هي. هاي أني كنت ضحكت لو هذا أستاذ جبوري كان يضحكت. سكتي هاي شبيت؟ هي هاي الشغلة اللي بلقيس تضرب ضربتها بيها. سهلة سهلة أبو بلقيس، إذا ما خلي بلقيس تجر الكرسي من جواك وتصير هي المديرة بالشركة. بس شلون؟ شلون أعرف سعر البضاعة؟ وهاي موجودة برقة مال جمارك، لازم ألقيها لازم. عفوا ابو بلقيس، ورقة الجمرك ما موجودة بالملف. شلك بيها؟ لا يعني بس قلت يعني اوراق البضاعة مال المانيا ردنا نخليها بملف واحد. موجودة عندي. حطيتها بالقاصة. هاك جبار هذا الملف، راح اعطيك الورقه، ما اريد واحد من الموظفين يشوفها. الو سبب ايش بيش بابا؟ لا بابا ما بي شيء، بس اذا امكن بالكتب دزلي بالقيس للبيت. ليش؟ احكي بابا لا تضمن علي، اذا اكو شيء احكي. جبار سحلي بلقيس بالعجل. بابا سبع اجي انا اخذك. اخذني فيس بعد شوفي سبع، انت لازم تبقين بالمستشفى يمنا فد يوم يومين. دكتور ليش؟ انا قايل لكم اي جهد اي تعب اي انفعال مو زين عليها، قلبها يتعب. يعني هسه هي تعبانه؟ هسه لا، بس قبل شويه كانت تعبانه، لذلك لازم نعيد الفحوصات حتى اشوف التخطيط واقدر اقرر. عود انا اخابره لابوك. دكتور بس انا ما اقدر ابقى بالمستشفى،
إذا مسألة التحليل أنا بكرة أجي من الصبح أكملها. بنتي سمعي كلامي. الله يخليك دكتور، لأن بابا إذا يعرف أنا وقعت بعد حتى الكلية ما يخلينا أروح. الله يخليك ساعدني. إي بس بنتي مو. الله يخليك الخاطر دكتور. دكتور زين، هي إذا هسه حالتها مو خطرة أخذها للبيت وأجيب لك إياها باكر سوي لها التحاليل، لأن بابا ما يعرف هي وقعت من الدرج. زين موافق، بس بشرط. شوفي تروحين تسوين هذا التخطيط وتجيبيه حتى أتأكد من عنده، ونشوف إذا تقدرين تطلعين من المستشفى ولا. يلا سلام. تفضل. شكرا. أهلا بكم. مسكينة سبع، ما تعرف بأي لحظة تموت. ليش تقول لي باكر الصبح أنا جايتك؟ إيه هيجي هيجي أريدك دوس دوس عليها دوس دوس لا تخاف. أهلا دكتور. أهلا بيك. عاش بيك. شو قاعد تلوب؟ شنو عندك مشروع قصيدة مو؟ أنا اللي أعرفه إنه الشاعر عنده أصعب لحظة هي لحظة المخاف مو؟ كامل البنات ما رجعن لي هسه؟ شو تأخرن؟ ها أقول سبق من طلعت الصبح ما بيها شيء؟ يعني مو مريضة؟ ها زين زين، من يرجعن خلي خابرني. زين إذا ما بيها شيء عليش رادت بلقيس توصل الكلية؟ السالفة مو خالية. خير أبو بلقيس؟ خو ماكو شيء. ها ها لا لا ماكو شيء. تشبيك اليوم شكر ساعة وسلام عليكم. لا العفو، بس أنا يعني قلت أخاف عبالك أنت مطيني ورقة الجمرك. ترى بعتي عندك بالقاصة حتى باوع الملف فارغ. أدري أدري، هسه تشلحت على الورقة، ما تقول لي شو تريد منها، روح على شغلك. زين تعال اوقف. بلي تعال خذها خذها هاي الورقة. هاي البضاعة ما اريد انزلها للسوق هسه، الى ان يفرغ السوق منها يلا نزلها. افتهمت؟ طبعا لازم تضرب ضربتك بيها، بس يعني اقول يعني ابو بلقيس يعني كسعر اولي يعني ايش قد جبار؟ شو صاير تتدخل بالصغيرة والكبيرة؟ ما تعرف بهاي الشركة ما حد يحط السعر غيري أني؟ الزم حطها للضيحة وما أريد أحد يشوفها. روح على شغلك. هذا شو جبار؟ قام يتدخل بالشغل، هاي مو من عوايده، ما كان هالشكل قبل. باكر من الصبح اريد تجين لهنا، ولا تسوقين السياره انت، خلي بلقيس هي اللي تجيبك. زين امو مع السلامه. وين انت؟ دوام الشركه سهم خلص. مع السلامه دكتور. مع السلامه. سلمي لي على الوالد. الله يسلمك. يا راد بلقيس تصير شاطره وتتعلم كل الزين، ولازم تحفظ كلامي وتنفذ بالحرف الواحد، تخليه ترجيه بإذنه. مثل ما قلت
عمو عبود، حكيك حلو. حكيك يا ستار هذا الحلو. التجارة تتعلم بلقيس التجارة. لا تدريني ودير بالك تجيب اسمي. إذا سبع رجعت للبيت لازم بلقيس ترجع للشركة. السالفة مو خالية، يصير راحة للمستشفى. معقولة يروح للمستشفى وما يقولوا لي؟ لا صعلك ولا تسكع يفيد. شي يسوي الواحد؟ اكل هم المشتهات مسدوده. حساني لو اخذ لفه وروح همه كمال واكل مو احسن لي؟ هم زياره وهم تسياره. ما شاء الله ما شاء الله، رجله كل الزينة، بس لا تحاول أن تمشي عليها هواية، ودير بالك من البرد، ترى عدوك اللدود البرد. فهم السيد كمال؟ سيد كمال؟ ها؟ وياك دكتور وياك. يبين أنت مو وياي. بيتي اسمع سيد كمال، اعذرني عن التقصير وخلينا نقرأ قصائدك، وإذا احتاجيتني بالليل بالنهار فتليفوني موجود بالمستشفى، وقبل أن تطلع راح أعطيك تليفوني مال العيادة ومال البيت. في أمان الله. دقيقة دكتور دقيقة، شنو قابل أنت منقول؟ لا لا ما منقول. لا أشود تودعني، لأن أنت اليوم راح تطلع من المستشفى، وأرجوك قبل أن تطلع تمر على شعبة الحسابات حتى تدفع قائمة الحساب. صح؟ مسكينة كريمة، هو أكيد خدعها. لا 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 لا، هي خدعت نفسها. يا أبي هسه أنت شو تريد؟ المهم لا هي تحبه ولا هو يحبها. لا لا، أكيد أكيد هي تحبه. يعني أنت راح تظل مرهون هنا حتى نفسي انسدت؟ لا تباوع عليها شكل، تراني أفقر من فقير الهندي. مو قصدي يا أستاذ وحيد، أنا أقول بلكي تعرف أحد منا منا، يعني تدين من عندك كم فلس ويومين وأرجح. والله كمال بصراحة أنا ما عندي أحد بهالمواصفات. مرحبا. أهلا أهلا وسهلا. دا أشوف الطبيب إيش كاتب لك من علاج. راح تطلع؟ مبروك. بس شو ما قلت لي، حتى الطبيب ما قال. طيب سيد كمال، احنا على اتفاقنا. ها شنو يعني عاقدين اتفاقية؟ بس كمال واقع ب... استاذ وحيد اعتقد انت تأخرت على الموعد، تقدر تروح. يا موعد يا موعد يا ابي
أنا حتى التسكع والصعلكة خلصت منه. بس أستاذ وحيد متأخرت، يلا هم يلا تتلحق على كمال. إيش بيك؟ إيش بيك كمال؟ يا موعد يا موعد. دروح خويا. أدري 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 صار معلوم. يلا من رخصتكم. الله وياك. هلا مع السلامة. ليش ما خليتينا نمر على كمال؟ اقعدي اقعدي نمر على كمال. شن مر؟ أنا ما أريد بابا يحس وديتك للمستشفى. تيجي جنابك همينة وقعتي. كان رحنا بس شفنا وطلعنا. دعوة عليك عيني. دعوة هالثخن. الو هلا بابا. اي بابا هسه يلا جينا. اي مو تدري الطلاب والطالبات كلهم جايين يردون يشوفون اسمائهم طالعه لو لا. اي ودعتك يا بابا هسه يلا خلصنا شغل. طيب مع السلامه. تلد احس ابويا ما مصدق بكلامي. أقول لك سبع، أريد أخذ رأيك في هذا الموضوع. هذا الولد اللي اسمه جبار اللي عندنا بالشركة قال لي أريدك تتعلمين التجارة، لأنه التجارة أحسن من المحاسبة. يعني التجارة يقول بها فد شطارة، بها فد سبع. هاي ماذا تخابرين؟ ألو مستشفى؟ إلى هسه ما عندك ثقة بي؟ ماكو شي ست كريمة، بس أنا شوية ضايج. على كل حال أنا كتبت لك عنوان بيتنا. غرفة حلوة بمنطقة هادية وبالحديقة صغيرة ومعلقتنا. تقدر تكمل دراستك وتكتب شعر، وإذا الله صح لك شغلة تقدر تشتغلها. إيش قلت؟ الله كريم. ايه الوالد اصر نقله للخاص. ايه طبعا يعني الخاص خوما بلاش طبعا عامل فلوس. لا 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 ما قدر يطلع. ايه لان ما عنده فلوس. ايه ظل محجوز. شلون محجوز؟ ما معقوله. زين شكرا شكرا. معقولة بابا يسوي هيك بكمال؟ شنو؟ قولي سبا ايش بي ابويا؟ احكي. اهلا دكتور. احزر منو خابر عليك اليوم. منو؟ سبا. سبا؟ تصور بابا محجوز وما عنده يدفع، هسه شو يقول علينا؟
يابا والله يابا حقك بنتي حقك، بس صوتك منه ليش؟ ترى بابا خطيه. خطيه شنو بابا؟ كان يقدر يشيل التليفون علينا ويقول تعال ادفع فلوس المستشفى والسلام. هو ليش انت اعطيته التليفون؟ لا غير معتمد عليك. زين هسه الحل شنو؟ الحل بسيطه، اروح اني وادفع القائمه. زين بابا اجي وياك. انت على جاي وياي؟ خليها تجي وياك يا يابا. الو جبار؟ اي انا بلقيس. اكو شيء دكتور؟ لا ماكو شيء. لحد وين كنت؟ شو تاخرت؟ ماكو شيء، كنت مشغول دائما هذا التليفون مشغول. طيب العفو دكتور، انا اروح لانه اريد اوزع الادويه على المرضى. ايش راح يصير بيها من تعرف انه ما كان يحبها؟ والحب من طرف واحد. هسه هم رجعنا، جوز اني هم رجعت احبها. يلا كمال امشي نطلع. شلون اطلع؟ وفلوس المستشفى؟ لا تفكر بهذا الموضوع، بابا دفع الفلوس. يلا امشي لمغراضك. سبب وين اطلع؟ وين اروح؟ هسه هذا الموضوع بعدين نتفاهم عليه. يلا لان بابا دا ينتظر جوا. دقيقه بس خلينا نتفاهم. مرحبا. اهلا دكتور. بالحقيقة أستاذ كمال إحنا جاي نودعك في البداية ونقول لك إحنا أجرينا اللازم وما قدمنا إلا الشيء القليل من واجبنا. العفو دكتور، شلون قليل من واجبكم؟ أنتوا قدمتوا شيء كبير هواية، خصوصاً الآنسة كريمة اللي كانت الإيد الرحيمة اللي خففت عني كل آلامي وخلتني أحس عبالك أعرفها من سنين. أني أشكرك، دير بالك على نفسك. كمال راح تجي تسكن عندنا؟ والله يا كريمة ما أدري لحد الآن، خل أدبر أمري أول مرة وبعدين الأستاذ وحيد وعدني يلقي لي شغل. طيب كمال، إذا يظلمك الظلم أنا عندك. كمال الإنسان مثل الطير يحتاج العش، وأنت إذا ظلمت الدنيا بعينك تعال وعشك موجود. تعال مثل الطير طاير، بس دق الباب ما تشوفني إلا بالعجل وفاتحت لك. يلا كمال تأخرني، بابا دا ينتظر جوا. كريمة هذه المسهرية هدية مني إليك. خاف يعني فد يوم يجي واحد مثل حالي مقطوع من شجرة ويحتاج إلى وردة تهدي أعصابه، فخليله بيها ورد حتى ما يذبل. هي مرة بالعمر، مو على طول الإنسان يصادف واحد مثلك يحتاج إلى ورد. رجعها كمال، رجعها. بعدين هي مو مالتك والهدية مدودة. روح الله وياك.